هل صحيح كما يقولون كما تقول جماعة التحرير إن أهم شيء يجب على المسلمين إيجاده في هذا العصر الخلافة أم الاهتمام بالتوحيد وغيره من العلوم؟ هذه نزعة شيعية رافضية، وقد رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم منهاج السنة. رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بأن أول واجب أوجبه الله هو التوحيد، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ بن جبل إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأول واجب هو التوحيد وقيام خلافة دولة خلافة إسلامية وفناء العلماني والباعث والناصر والصوفي والشيعي والحداثي وماذا يا إخواننا؟ أيوة، وأغلب الشعوب جاهلة. لو قطع عليها السكر لذهبت تذبح الإمام، تذبحها السكر. أنت رجل أنكد، ما حرمنا السكر أو حرمنا الغاز من أجل إمامتك. فالمسلمون ليسوا مؤهلين لهذا. المسلمون يجب أن يبدأ بالتوحيد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول أمره كان يقول للناس: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقول: يا أيها الناس من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي. أي نعم، وإذا قرأت سيرة الأنبياء فأول ما يبدأون به الدعوة إلى التوحيد، كما في سورة الأعراف وغيرها يبدأون بالدعوة إلى التوحيد. فأنا أقول هذه فكرة الرافضية شيعية يجب أن تنبت، وأنصح الإخوة بأن يبدأوا بالدعوة إلى العقيدة، ثم بعد ذلك إذا أصبح المسلمون متمكنين يقومون بالجهاد. ما يقومون بالجهاد وبالدعوة إلى الخلافة؟ بالدعوة إلى الخلافة يا مسكين، وأنت في حماية بريطانيا أو في حماية أمريكا أتستطيع أن تلتهمك في أسرع وقت وأنت تحدث نفسك بالدعاية إلى الإمامة؟ نعم، تدعو إلى العقيدة وإلى الآداب وإلى الأخلاق الإسلامية. وإذا أصبح الناس مقتدرين على مواجهة الباطل وصاروا على الأقل 50% أو 40% الذين هم مستقيمون ويستطيعون أن يواجهوا الأعداء وأن يصبروا على صبر الصحابة، نعم، على ما صبر عليه الصحابة، نعم، فلا بأس. وإلا فرب العزة ما أذن للصحابة أن يقاتلوا بمكة، ما أذن لهم إلا بعد أن كان، نعم، فيهم قوة وقدرة على القتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فبعد أن أصبحوا مقتدرين يدافعون على أنفسهم ويدافعون عن الإسلام فأذن لهم، وإلا فقد كان الرجل منهم يضرب. أبو بكر ضرب، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب، عمار بن ياسر أيضا، وسمية قتلت، والد عمار قتل، عبد الله بن مسعود ضرب،
وما أكثر الصحابة الذين ضربوا وأوذوا فصبروا حتى أذن الله لهم بالجهاد في سبيل الله، والله المستعان.